বাংলা মানবতার সমাধান الأجيال ما هي أول كلمة صواب أول كلمة ألا نعبد إلا الله لا بد أن نفهم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة لفهم الإسلام لفهم الإسلام, لفهم الإسلام. لفهم الإسلام. لبيب أنصاري الطالب في الصف الثالث الثانوي وموضوع حديثته اليوم مكانة الشباب في الإسلام لبيب ولد في خامس من شهر فبراير سنة 1997 يتصف أخونا لبيب بالجهد المتواصل وهو ممتاز في الدراسة وإتقان العمل مع اهتمام الكامل وحسن الاستماع والاستفادة من الأساتذة وهو يتخلق بخلق حسن أليف ومألوف لدى الأساتذة والأصدقاء، شارك في الدورة التدريبية للدعاة، وأخذ حظاً وافراً، وله مشاركات عديدة في الحفلات الخطابية، ومن إنجازاته بأنه قد حفظ القرآن كاملاً، وشارك في بعض البرامج التربوية والمسابقات الخطابية باللغة العربية والإنجليزية، فبارك الله في جهوده العلمية. لديه رغبه شديده في مطالعه الكتب الاسلاميه وكره القدم ويتمنى ان يحصل على العلوم الشرعيه ويتفقه في الدين ويبلغ الى الاخرين ومن اهم الدعوي التي حثتها للتقدم سيره السلف الصالحين من الصحابه والتابعين ومن رسالته الى صغير وكبير نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فلا نطلب العزه في غيره فعلينا الرجوع الى كتاب الله وسنته والتفكر في قول الامام مالك رحمه الله حيث قال لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها فادعو امامكم الان اخانا الفاضل اللبيب انصاري فليتفضل مشكورا ويلقي الضوء على الموضوع مكانه الشباب في الاسلام الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد احمده سبحانه واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يهدي من يشاء ويضل من يشاء واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فان الموضوع الذي ساتكلم عنه اليوم في هذا الحفل المبارك هو مكانة الشباب في الإسلام أيها الأحبة، أرأيتم لو كان لكم أشجار، لو كان لكم أشجار تتعاهدون سقياها، وتتعاهدونها بما يصلح لها، وتختارون لها التربة الطيبة، والمزارعين الفنيين في فن الزراعة، إذا حصل ذلك.. فسوف تؤتي الثمار اليانعه ويعظم خيرها ويكثر جناها اجل يا امه الاسلام هذا مثال لفلذات اكبادكم مثال للشباب في عنفوانه ونظره ايامه اذا وجد له راعيا امينا مرشدا صالحا ناصحا فسوف يثمر اطيب الثمار ويكون عضوا صالحا في المجتمع وعنصرا هاما لحمايه الدين ورعايه الاخلاق ورفع رايه الفضيله اخواني في الله ان مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم لما كانت تتمشى مع التعليم السماويه والتوجيهات الربانيه اخرجت شبابا كان لهم في ازهى عصور الاسلام جولات عظيمه ومغامرات كريمه كان فيها عز للاسلام ونصر لشريعه سيد الانام ورفع لعلم الدين خفاقا يحكي العزه ويصور المجد ويشعر بالقوه انهم تعلموا العلم لوجه الله فنالوا به رفعه ومجدا وسؤددا اولئك الشباب الناشئ في مدرسه الاسلام كانوا رضي الله عنهم في ميدان العلم والمعرفه في ميدان العلم والمعرفه كانوا ائمه في الدين واعلاما في الفقه وفي مجالات العبادات والإخبات فهم رهبان بالليل أسود بالنهار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم سورة الذاريات رقم واحد وخمسون والآية سبعة عشر إلى تسعة عشر وفي ميادين البذل والبر والإحسان يبذلون الفضل لوجه الله تعالى طلبا للمثوبة والأجر فهذه أوصاف أولئك الرجال الذين اختارهم الله لنصرة دينه فكانوا رضي الله عنهم قدوة للشباب المسلم الصالح الذي رفع الله درجته وأمن مخاوفه أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي ولكن ننظر اليوم مع الأسف الشديد والحزن المرير أين تلك الأوصاف اين تلك الاوصاف واين تلك الاشباح رحم الله على تلك الارواح لقد تغيرت الاحوال وانعكست الافعال وعمي الكثير عن الهدى واتباع الحق وغرق البعض في التقليد الاعمى ومالت به نفسه الاماره بالسوء عن الصراط المستقيم وقلد الكفره في باطلهم وقلد الغرب في الانحلال والالحاد والرذائل وأطلق لنفسه العنان في الشهوات المحرمة والرذائل الكريهة ونسي الله عز وجل ولم يراقب الجزاء ولم يحذر من بطشته وسطوته وأخذه الأليم الشديد فهذا ممن قال الله تعالى فيهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا سورة الفرقان رقم وعشرون والآية 44 وهو ممن وصفهم الله تعالى بقوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سورة الكهف رقم 18 والآية 103 104 إخواني في الله هذا الشباب مرحلة مباركة من عمر الإنسان وهي منحة ربانية تستوجب شكر الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا كان بقاء الشباب امنية كل انسان، كل انسان يتمنى ان يبقى شابا، يتمنى ان يبقى شبابه. وهذا الشباب روح الامه ومصدر طاقتها فبصلاحه تقوى وتسعد وبفساده تضعف وتشقى. والشباب اهم مراحل الحياه. واجدرها بحسن الافاده وعظم الاجاده. فالشباب توثب روح واستناره فكر وطفره امل وصلابه عزيمه. وفتره الشباب في حياه الانسان هي احفل اطوار العمر بالطاقات والمشاعر. وامجاد المتفوقين امجاد المتفوقين تستمد حيويتها من جهودهم في ايام الشباب. ولذا كان على المرء أن يدرك أهمية هذه المرحلة. عليه أن يدرك قيمة هذه المرحلة الحساسة من العمر ليحسن اغتنامها ويستفيد منها. وهي مرحلة تحتاج إلى الرعاية والتهذيب بالإيمان والتحلي بمكارم الأخلاق. فالإنسان يسمو بإيمانه ويزداد رشده بحسن أخلاقه. شباب يقتدى بهم في صبرهم على المحن والابتلاء في ذات الله تعالى فهؤلاء أصحاب الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويحيئ لكم من أمركم مرفقا سورة الكهف رقم ثمانية عشر والآية ثلاثة عشر إلى ستة عشر বসন্তের বৃষ্টিতে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে মরুভূমি জীবন্ত হয়ে উঠে কোরআনের জ্ঞানের জন্নাধারায় মানব হৃদয় আপনি কি চান তো জাহান জুড়ে প্রাণময় সুখময় অনন্ত জীবন তাহলে দেখুন বিশ টিভি বাংলায় আমাদের আয়োজন আলকরানের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান জানিন কত সুন্দরভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান আজ রাত সাড়ে দশটায় পুনঃ সম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় What would you recommend us to take as career after we pass our school? So what exactly we should do? What do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant. Strategies sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the aim should be to spread the message of Allah

লেনের শিক্ষা নিয়ে অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির সন্ধান চাই মানবতার জন্য বার্তা নিয়ে শান্তির জন্যে সফলতার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমিন পাক মানবতার উপর ইহসান করলেন মানব মুক্তির त्राতা নবী প্রেরন করলেন যখনই ইসলাম সর্বতা এগিয়ে এসেছে ইসলাম প্রকৃত অর্থে শান্তি قائم করার জন্যে শান্তির সমাজ গঠনের নির্দেশনা দিয়েছে নির্দেশনা দিয়েছে জানুন শান্তির জন্য ইসলামের অবদান সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম আজ রাত সাড়ে আটটায় সকাল সাতটায় বাংলাদেশে عناية فائقة ودعاهم الى اغتنام هذه المرحلة الحساسة من العمر وادراك قيمتها لانهم سيسالون عنها بين يدي الله عز وجل. سيسالون عن هذه النعمة بين يدي الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامة من عند ربه حتى يسال عن خمس عن عمره فيما افناه. وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم رواه الترمذي والحديث رقم ألفان وأربعمائة وستة عشر فأيها الشباب المسلم هنيئا لكم هنيئا لكم ستستظلون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله ستستظلون في ظل عرش ملك الملوك يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله ان نشأتم في عبادة ربكم. فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل الا ظله. وذكر فيه شاب نشأ في عبادة الله. رواه البخاري والحديث رقم 629. من هنا لابد للشباب ان يفقهوا ان يفهموا معنى العباده التي استاهلوا بها هذه الحفاوه الربانيه فالشاب الناشئ في عباده الله والذي هو في ظل الله لا بد ان يكون فهمه للعباده على انها الخضوع المطلق لكلمه الله عز وجل والعمل الدؤوب على ابقائها عاليه خفاقه في اصقاع الارض مهما بلغت التضحيات لا بد ان يكون فهمه للعباده على انها الخضوع المطلق لكلمه الله عز وجل. والعمل الدؤوب على ابقائها عاليه خفاقه في اصقاع الارض مهما بلغت التضحيات. ولنا امثله رائعه في حياه الصلف الصالح. فهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاب اعزب ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينام من الليل الا قليلا كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد ذلك لا ينام من الليل الا قليلا رواه البخاري والحديث رقم 1060 وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال جمعت القران يقول جمعت القران فقرات به في كل ليله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اخشى أن يطول عليك زمان وأنت مل. اقرأه في كل شهر. قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال اقرأه في كل عشرين. قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال اقرأه في كل عشر. قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال اقرأه في كل سبع. قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى. رواه ابن ماجه والحديث رقم 1336 فكم من شباب، كم من شباب يحافظون على تلاوة القرآن. كم منا يريدون أن يكونوا من حفظة كتاب الله. وكم منا من يريد أن تكون حياته وفقاً لما جاء في كتاب الله. ففي الحديث دعوة للشباب إلى توظيف طاقتهم في عبادة ربهم ولكن باعتدال وانتظام. وهذا القائد الناشئ أسامة بن زيد رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فانتدب في بعثه عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل ذلك البعث فأنفذه أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك ابن ثمانية عشرة سنة أسامة بن زيد وهو قائد الجيش الذي سيقابل الروم ثمانية عشرة سنة ومن هؤلاء الأبطال الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدين سبعون شابا سبعون شابا قضوا نحبهم في سبيل الله فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء يقول أنس وفيهم خالي حرام خالوا أنس اسمه حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا قال وأتى رجل حراما قال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وانهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. رواه مسلم في صحيحه والحديث رقم 677 ومنهم الشاب العالم الحافظ زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود وقال: إني والله ما آمن اليهود على كتابي فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته أي أصبحت ماهرا في ذلك يقول فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه وقال أبو بكر رضي الله عنه لزيد إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه رواه البخاري والحديث رقم أربعة آلاف وستة وثمانون ومنهم شباب بني ليث قال مالك بن الحويرث الليث أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم رواه البخاري والحديث رقم 631 فيا شباب الإسلام يا شباب الإسلام أليست لكم أسوة حسنة وقدوة طيبة في حياة هؤلاء الشباب وإن الإسلام قد حرص على استقامة الشباب وحذرهم من الفاحشة وحثهم على الزواج فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري في صحيحه والحديث رقم أربعة آلاف وتسعمائة وسبعمائة وتسعة وتسعون وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه قال مهما فقال أذنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال فتحبه لابنتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال فتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لحمتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال افتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لخالتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء رواه الامام احمد في مسنده وصحه الالباني في السلسله الصحيحه المجلد رقم واحد والحديث رقم 370 وسبعون فيا شباب الاسلام يا شباب الاسلام ان من ابرز الوسائل التي يتوسل بها اعداء الاسلام لافساد الشباب المراه واللهو والمال اما المراه فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنتها اشد التحذير فعن اسامه بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء رواه البخاري والحديث رقم اربعه الاف وثمانيه واما له فيريد اعداء الشباب وخصوم الاسلام ان يغرقوا شبابنا في لهو يضرهم ولا ينفعهم لهو يعطل الفكر ويوهن الجسم ويبدد المال ويقضي على الاخلاق فان اللهو في الاسلام لابد ان تكون له غايه طيبه ولابد ان تكون ممارسته نافعه فاللهو في زمن سلفنا الصالح كان نافعا يدعم الرجولة ويخدم المعركة كان من لهبهم اللعب بالحراب ورمي النبال والمسابقة على الخير وعلى الجمال ونحو ذلك ومما جاء في اللهو النافع أن رجلا قال يا رسول الله إذن لي في السياحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل رواه البخاري والحديث رقم 2486 ومن اللهو الباطل الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الضرب على آلات اللهو ولو من غير غنى فكيف وقد ضموا إليها في زماننا غناء تغضب كلماته العزيز الجبار سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف رواه البخاري تعليقا في صحيحه وصحه الألباني في السلسلة الصحيحة. واما المال فهو نعمة كبرى تستوجب شكر المنعم جل جلاله، والشكر يتطلب استعمال المال في وجوه الخير المشروعة، قال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سورة التوبة رقم 19 والآية 111. فالمال شقيق الروح في نيل رضوان الله تعالى وجنته. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شبابنا وينفع بهم البلاد والعباد. جزا الله الأخ لبيب أحسن الجزاء. যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ যে ঘটনা অত্যন্ত শিক্ষণীয় ইমানকে শুদ্ধ করার জন্য

কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরানের কাহিনী আজ রাত আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে বিশ টিভি বাংলায় ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা